بدأت عملية التصويت في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع للمرة الرابعة في غضون عامين، وعدت لجنة الانتخابات أكثر من 15,000 مركز اقتراع، ومن المتوقع أن تستقبل أكثر من 6,500,000 ناخب لانتخابات الكنيست الرابعة والعشرين. ويأمل نتنياهو أن يحقق معسكره 61 مقعدا ليتمكن من تشكيل حكومة جديدة. على مدار عامين اضطرت إسرائيل إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة لأربع مرات متتالية، والسبب في كل مرة إما فشل تشكيل الحكومة من الأساس أو فشل الائتلاف الحاكم في التوصل إلى أرضية مشتركة للتغلب على الخلافات. البداية كانت من 9 أبريل في عام 2019، تفجرت وقتها الأزمات السياسية داخل الحكومة الإسرائيلية، بداية من انخفاض أعضاء الائتلاف الذي قاد حزب الليكود، مرورا بقضايا الفساد التي تلاحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووصولا إلى الفشل في تمرير قانون تجنيد اليهود المتدينين. في 29 من مايو في العام نفسه أعلن الكنيست فشل الأحزاب السياسية في التوصل إلى توافق والتوجه إلى انتخابات مبكرة بعد حل الكنيست وتحديد موعد للانتخابات الجديدة. حلت الحكومة وأعلنت انتخابات نيابية مبكرة جرت في 17 من سبتمبر عام 2019 كانتخابات مبكرة ثانية، أسفرت في ذلك الوقت عن فوز حزب الليكود بقيادة نتنياهو بفرصة تشكيل الائتلاف الحكومي. وعلى مدار 42 يوما، وهي الفترة المحددة في القانون لتشكيل الائتلاف الحكومي، فشل نتنياهو في التوافق مع خصومه على تشكيل ائتلاف يضمن له الأغلبية. استمرت الأزمة وتفاقمت حدة الخلافات السياسية دون التوصل إلى اتفاق مرة أخرى، فانتهى القرار إلى إعلان حل الكنيست من جديد في 11 من ديسمبر. هذه المرة حدد في 2 مارس عام 2020 موعدا لانتخابات ثالثة في أقل من عام، وفيها فاز حزب الليكود بأغلبية نسبية لكنها لا تمكنه من تشكيل الحكومة، فبدأت مشاورات برز فيها الشد والجذب واستمرت لمدة شهر. توصل بعدها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق بيني غانتس لاتفاق تشكيل حكومة ائتلافية يتناوبان على رئاستها. تشكلت الحكومة الائتلافية، وبعد شهرين من تشكيلها بدأت الخلافات مرة أخرى تتصاعد بين غانتس ونتنياهو. السبب هذه المرة خطة الضم التي حاول نتنياهو تمريرها، بالإضافة إلى اتهامات وجهت لنتنياهو بفشله في مواجهة أزمة كورونا. تمكن غانتس ونتنياهو من حل هذه الخلافات ولكن بشكل نسبي، لكن في 22 من ديسمبر في العام الماضي عادت الخلافات بقوة، وهذه المرة تركزت على إقرار مشروع موازنة العام المالي الجديد التي أرادها نتنياهو لعام واحد، بينما كان غانتس يريد إقرارها لعامين متتاليين. من جديد فشل التوافق بين غانتس ونتنياهو، وخرج كل منهما بكيل للاتهامات يكيلها للآخر. كانت النتيجة أن أعلن الكنيست التصويت على حل نفسه والتوجه لانتخابات مبكرة حددها في 23 من مارس عام 2021، التاريخ الذي يصادف اليوم. تعتبر هذه الانتخابات بكل ما حصل هي الرابعة في غضون عامين. يشهد حاليا الناخب الإسرائيلي استقطابا واسعا وسط تنافس حاد بين 39 قائمة، وهذه أبرز الأحزاب والتحالفات الممثلة لها. الكنيست، بيت السلطة التشريعية في إسرائيل، 39 قائمة تتنازع الفوز في انتخاباته التي تعقد للمرة الرابعة في غضون عامين. هذه المرة فرص فوز حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تبدو أوفر من سابقاتها بحسب استطلاعات رأي حديثة. يمين الخريطة السياسية
يشهد تصدعات عقب انشقاق الوزير الليكود السابق جدعان سعر تحت شعار استعادة الليكود التاريخي عبر حزب هتكفى حدشة أو أمل جديد. على اليمين أيضا يتنافس حزب يمينة الذي أسسه وزير الدفاع السابق نفتالي بنت، إلى جانب حزب شاس بزعامة أرييت راعي، وحزب يهوديت هاتورا برئاسة وزير الصحة السابق يعقوب ليتسمان، وحزب إسرائيل بيتنا بقيادة وزير الخارجية الأسبق فيكتور ليبرمان. مظلة اليمين تتسع أيضا لتشمل تحالفا باسم الصهيونية المتينة يرأسه وزير المواصلات السابق بتسلي سموتريتش. أما يسار الخريطة السياسية الإسرائيلية فيقوده خصم نتنياهو الأبرز في هذه الانتخابات، لكن بفرص فوز ضئيلة وفق استطلاعات الرأي. إنه مضيع الأخبار السابق يائر لابيد مؤسس حزب يش عتيد أو هناك مستقبل، فضلاً عن حزب العمل برئاسة الناشطة النسوية ميراف ميخائيلي وحزب ميرتس بزعامة الصحفي نتزان هوروفيتش، إلى جانب حزب أزرق أبيض برئاسة وزير الدفاع بيني كانتس. بينما يتنافس العرب في هذه الانتخابات بثلاث قوائم: قائمة العربية الموحدة التي ينضوي تحت مظلاتها الإسلاميون بزعامة منصور عباس، أما القائمة الثالثة فهي قائمة معاً بزعامة الناشط السياسي محمد دراوشة. وحول هذه الانتخابات ينضم إلينا مراسلا الشرق من الناصرة قاسم الخطيب، ومن القدس مدير مكتب الشرق محمد دراغمة. أهلا وسهلا بكم. أبدأ معك قاسم، أنت معنا من الناصرة، كيف رصدت الإقبال على مراكز الاقتراع بعد قرابة ساعتين على فتحها أمام الناخبين؟ حتى هذه اللحظة الإقبال ضعيف جدا، كان هناك قمنا بزيارة بعض مراكز الاقتراع القريبة من مكان تواجدنا في مركز مدينة الناصرة، كان هناك إقبال لبضعة أشخاص، لا يمكن الحديث عن أن هناك تصويت كثيف في هذه الساعات من النهار، وهو عمليا ما حد ما يحدث عادة في كافة المعارك الانتخابية. المعطيات حول مدى المشاركة حتى الساعة 8 صباحا، أي المعطيات حتى الساعة مضت، ستصدر عن لجنة الانتخابات المركزية في الساعة 10 بتوقيت القدس، أي في الساعة القادمة. ولكن حتى هذه اللحظة وفق ما صدر عن لجنة الانتخابات المركزية تم افتتاح كافة الصناديق، لم تكن هناك أي مشاكل سوى مشاكل المتعلقة بالأجواء أو بالأحوال الجوية، كان هناك سقوط لأشجار في بعض الصناديق الخاصة بتصويت مرضى كورونا. هناك نوع من اللامبالاة إلى حد ما حتى هذه اللحظة، هناك تخوف من أن يستمر هذا الوضع حتى نهاية اليوم، الخوف من لامبالاة الناخبين ليست مقصورة على الناصرة أو على المجتمع العربي داخل إسرائيل، هناك تخوف عام في إسرائيل من أن نسبة المشاركة في الانتخابات هذه المرة ستكون قليلة مقارنة بالمرات السابقة، وهناك خوف غير عادي داخل المجتمع الفلسطيني في إسرائيل بأن تكون أيضا النسبة منخفضة. عندما سار كانت هناك قائمة واحدة جمعت كافة الأحزاب العربية، وصلت نسبة التصويت في الانتخابات الأخيرة إلى ما يقارب 65%. عندما كان طيب قاسم، قاسم اسمح لي سنعود لهذه النقطة بالتحديد يعني ونفصل فيها يصل إلى 50% موضوع الأحزاب العربية وكل هذه الأمور، لكن دعني أيضا حتى نربط فقط عملية الإقبال مع بعضها في كل المناطق أذهب لمحمد دراغمة من القدس. محمد، كيف أنت رصدت فتح صناديق الاقتراع؟ الإقبال أيضا لديك، هل هناك أيضا ربما أشياء مصاحبة كانتشار أمني مكثف بالتزامع مع فتح صناديق الاقتراع؟ نعم، في القدس الغربية حيث يتركز الكثير من الأحزاب الدينية اليهودية الإقبال واسع، غالبا الكتلة الدينية تكون أكثر التزاما من غيرها وتصب كلها في اتجاه واحد. بالأمس جاء نتنياهو إلى بعض الأحياء الدينية في القدس الغربية وحث المقترعين على التوجه غدا
أي اليوم إلى صناديق الاقتراع. نتنياهو وغيره من الأحزاب يتحركون ويصارعون على المقعد الأخير، هنالك نسب متقاربة للمعسكرين. هذا المشهد الانتخابي منقسم إلى معسكرين، معسكر مع نتنياهو ومعسكر ضد نتنياهو. لا يوجد انقسام يساري يميني كالعادة في الانتخابات الإسرائيلية كما في السابق، لا، هنالك يمين ضد نتنياهو، هنالك يسار مع نتنياهو، هنالك مفارقات عديدة في هذه الانتخابات، منها أن على سبيل المثال أن العرب سيلعبون دور هام، الصوت العربي في منتهى الأهمية في هذه الانتخابات بسبب تقارب المعسكرين، معسكر نتنياهو والمعسكر المناوئ له، لذلك سيكون للعرب إذا ما حصلوا على عدد جيد من الأصوات أن يكونوا بيضة القبان. وهنا العرب مؤخرا بدأوا يتحركون للعب دور مركزي في النظام السياسي، في السابق كانوا ينؤون بأنفسهم عن المشاركة في الحكومات، لكن في هذه الانتخابات هنالك توجه واضح ولافت إلى لعب دور مركزي في تشكيل الحكومات من أجل مصالحهم. لدينا مثلا، وهذه إحدى المفارقات، الحركة الإسلامية وهي امتداد للإخوان المسلمين التي يمثلها النائب منصور عباس، مستعدة للشراكة مع نتنياهو لكن ليس مجانا، وإنما لديها مطالب تتعلق بحقوق الأقلية العربية. أيضا القائمة المشتركة وهي قائمة يسارية من الأحزاب اليسارية تبدي استعدادها للتوصية بانتخاب يائير لبيد لتشكيل الحكومة، وهو طيب. من اليسار، من وسط. نعم محمد، واضحة هذه المفارقات يعني، ودعني من خلال هذه المفارقات أيضا أذهب لقاسم. يعني قاسم، في ظل كل هذه المعطيات أيضا وحديثك وحديث محمد، الإعلام، الصحافة الإسرائيلية كيف تعاطت مع الموضوع؟ هل هي أخذت موقف؟ هل هي نقلت مجرد نقل؟ كيف يمكن أن تصف لنا تغطية الصحف للانتخابات الإسرائيلية؟ حتى فترة ماضية قبل عودة نتنياهو إلى سدة الحكم قبل 12 عاما، كان هناك في إسرائيل قناعة بأن الإعلام الإسرائيلي هو عبارة عن مافيا يسارية تتحرك ضد اليمين الإسرائيلي. منذ وصول نتنياهو قام بتغيير المشهد الإعلامي بشكل كامل في إسرائيل. اليوم هناك مؤسسات يمينية إعلامية قوية جدا تقوم بإعطاء وجهة النظر اليمينية، بالإضافة قام نتنياهو بتوجيه ضربات قاتلة إلى المؤسسات التي اعتبرت يسارية، وبالتالي هو يحظى بتغطية كاملة. ولكن في داخل الإعلام الإسرائيلي حتى اليميني، داخل الحلبة السياسية الإسرائيلية حتى اليمينية، هناك قناعة بأن هذه الانتخابات وهي الرابعة على التوالي ليست لأسباب سياسية، وإنما هي بسبب نتنياهو وفقط نتنياهو ومستقبل نتنياهو. لنكون واضحين، في هذه الانتخابات هي على رأس نتنياهو السياسي. الأدوات لانتصار أو لفشل نتنياهو مربوطة بنسب التصويت. نسب التصويت هي نسب متفاوتة، بمعنى في منطقة تل أبيب من يمتنع عن التصويت تقريبا يوازي 4 أعضاء كنيست. التصويت في منطقة تل أبيب بشكل عام هو دائما ضد نتنياهو. التصويت في المستوطنات في مناطق المتدينين يصب في صالح نتنياهو، وبالتالي هناك نوع من التفاوت داخل شرائح مختلفة. التصويت داخل هذه الشرائح ربما هو من سيحسم نتيجة هذه الانتخابات. هل سيبقى نتنياهو أم سيذهب نتنياهو إلى السجن؟ قاسم، ويمكن يعني تأكيدا على حديثك يعني المتواصل منذ البداية، هذه لقطات مباشرة أيضا نعرضها الآن لأحد مراكز الاقتراع الإسرائيلية، ربما أيضا يظهر كما ذكرت أنت في البداية هناك مراكز ليس عليها إقبال كبير في ظل هذه الانتخابات، وفي بدايتها ربما يكون هذا الأمر طبيعيا. لذلك أنتقل إليك محمد. محمد، متى ستغلق صناديق الاقتراع؟ متى ستقدم النتائج الأولية للمتابع؟ صناديق الاقتراع في 10 مساء بتوقيت القدس، أي 12 بتوقيت دبي.
عادة تظهر النتائج أولية من ما تسمى الإكزيت بول، وهي العينات، عينات الصناديق التي توضع على مقدمات عينات عشوائية من محطات الاقتراع، وغالبا محط القناة، قنوات التلفاز الإسرائيلية تظهر هذه العينات، نتائج هذه العينات، وغالبا ما تعكس هذه النتائج المشهد التصويتي في إسرائيل. لكن النتائج العملية، النتائج الرسمية تبدأ بالظهور في صباح اليوم التالي، لكن مع صبيحة يوم غد يكون الشارع الإسرائيلي قد بات لديه مؤشرات على من هو الفائز في هذه الانتخابات. لكن الأعصاب مشدودة، وفي اللحظات الأخيرة كثير من الأحزاب تتدافع من أجل زيادة حصتها في هذا. واضح جدا، ونحن محمد بالتأكيد ننتظر منكم موافاتنا بكل هذه المؤشرات. مراسلا الشرق من الناصرة قاسم الخطيب، ومن القدس مدير مكتب الشرق محمد دراغمة، شكرا جزيلا لكما على كل هذه المعلومات.